نتائج مسح عملته تمكين خلال 6 أشهر بعدة محافظات من خلال مجموعة من الميسرين اللي بيشتغلوا مع تمكين، وتم المسح من خلال مقابلات مع الناس. يعني ما بعتنا لهم استبيان وقلنا انتوا عبوا، لا، من خلال مقابلات، لانه وجدنا رح يكون هذا اصدق من انه الانسان يعبي لنفسه. يعني انا مرات بوصلني يمكن سيرفي ما بعبيه بانتباه زي ما بيكون حدا مقابلني. بصراحة كانت النتائج شوي صادمة، يعني ما توقعنا يكون حال العمل اللائق بالشكل اللي احنا شفناه، من ناحية توفر الحماية الاجتماعية، من ناحية الأجور، من ناحية الحضانات للنساء، من ناحية الإجازات والعطل الرسمية، من ناحية حتى صحة العقود. فكان في إشكالية كتير كبيرة بوضع العمال إجمالا، ويمكن هذا بيخلينا نتطلع على وضع العمالة بالأردن ووضع البطالة بالأردن. البطالة يمكن نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية، بالإضافة نتيجة ظروف العمل غير اللائقة. ويمكن الاستبيان ركز على القطاعات الأقل ضعفاً، ما رحنا للقطاعات المهنية اللي بيشتغلوا فيها مهنيين ممكن تكون أوضاعهم أفضل، ولكن ذهبنا إلى القطاعات المهمشة. العدد الأشخاص اللي استجابوا للاستبيان 7938 عامل وعاملة، 34% منهم يتلقوا أجراً أقل من 260 دينار، وهذا كتير ملفت للنظر وبيخلينا نوقف على موضوع الرقابة والتفتيش. هل هناك تفتيش جيد؟ هل هناك رقابة جيدة؟ هل هناك حماية للأجور؟ وهذا بعتقد موضوع كتير مهم بيعاني منه الكثير، ليس فقط القطاعات الأقل ضعفاً، ولكن القطاعات المهنية كمان بتعاني من مشاكل فيما يتعلق بالأجور، من ناحية ممكن تأخير الأجر، من ناحية عدم دفع الأجور وأمور أخرى. من ناحية الحماية الاجتماعية، رغم أنه الإجباري الانضمام للضمان الاجتماعي، لكن وجدنا نصف القوى العاملة التي تم استهدافها غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، وهذا بيرجعنا كمان للحمايات الاجتماعية من ناحية إجازات الأمومة، من ناحية إجازات الأبوة، من ناحية الراتب التقاعدي والإصابات العمل وغيره.